احنا جينا اليوم نعرفوا الوضعيه نتاع امل جربه ميدون اللي هي منقوصه بالعديد من اللاعبين الاساسيين، لكن في كل الحالات احنا جايين على ثلاثه نقاط نتاعنا، ما فهمتني. الشوط الاول عملنا اداء باهي خاصه على المستوى الهجومي، رغم اني في بعد نص ساعه تقريبا حسيت ان الاولاد من العشب كان طويل شويه وقلقهم على المستوى البدني ونيفو دو ريكوبيراسيون، معناها تقلقوا برشا وبيت الناس الكل تعمل على بعضها، لكن في الشوط الاول كنا على الاقل ثلاثه كور، معناها ثلاثه فرص سانحه للتسجيل امام فرصه سانحه لامل جربه، كانت ايضا اضاحى احد اللاعبين وانا وايلي وايلي ذلي. الشوط الثاني وقت عرفت اللي بدنيا ما نجموش امام في الملعب كما قلت لك، معناها طويل شويه معناها باش نواصلوا. كما شفت عملنا زوز تغييرات، لي دو جوار دو كولوار اللي هما اكثر ناس يتعبوا معناها خرجناهم، ومن بعد لي دور ليور دونك ما نعطينا نفس جديد للفريق وتوصلنا في العديد من الكرات المرتده معناها باش نعملوا الفرق. شفت دوزيام ميتون حتى بالنسبه للبلوك نتاعنا كان منظم في البلون ديفونسيف، ثم كور وصلوا من على 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 الجناب لكن ما ثماش خطر على المرمى نتاعنا، فهمتني. وهذاك هو كان من انا اكثر حاجه نخمم فيها هو نظام الثلاثه نقاط نتاعنا. رغم اهميه اللقاء نتاعك اليوم مع فريقك محيط قلقنا، ما تنجمش تكون ما تخممش في لقاء اخر اللي هو فريقنا نتيجه فريقك الام اللي هو الترجي الجريسي، واكيد اللي تحلم انك تشوفه ان شاء الله في رابطه المحترفه الاولى. اكيد هو البدن وفي جربه والاقل غادي، فهمتني. ما هذه صحيحه، ما علاش على خاطر حتى وضعيتنا احنا حتى لا قدر الله في صوره الهزيمه ماهيش كاتاستروفيك من بالنسبه للمحيط قرقنا، هذاك علاش واحد ينجم يفكر في الزوز، فهمتني. اما الترجي الجريسي ترجع للسنه تنجم تكون افضل هديه للجماهير من في التسعينيه، فهمتني.